أما ميدانية فقد أفادت مصادر سودانية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم، وأشارت المصادر إلى اندلاع قتال بالأسلحة المتوسطة والمدفعية في محيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة ووسط الخرطوم، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات حربية في سماء العاصمة وإطلاق قوات الدعم السريع مضادات أرضية للتصدي لها. للمزيد ينضم إلي من الخرطوم الصحفي محمد الطيب. محمد، دعني بداية أسألك عن آخر التطورات وما رصدته، لا سيما فيما يتعلق بهذه المناوشات وسيرها. مرحبا، أنا الآن أتواجد في شارع 60 في هذا التقاطع الشهير الذي يطلق عليه لفة جوبا، وهذا التقاطع قد تحول إلى ميناء بري رديف للميناء البري المتواجد في جبرة. هنا يبدو أن هذه الباصات هي آخر الباصات المغادرة لهذا اليوم. قمنا بالحديث إلى العديد من منظمي هذه السفريات شمالا باتجاه الأراضي المصرية أو باتجاه الولايات الشمالية، وتحدثوا إلينا عن انحسار أعداد المواطنين لهذا اليوم. لا ندري، ربما هو ارتفاع سعر التذاكر أم لأن يعني عدد كبير من سكان الخرطوم قد غادروا بالفعل الأراضي ولاية الخرطوم. هنا أيضا يباع يعني السوق الأسود الذي الوقود الذي يباع في السوق الأسود، حيث بلغ سعر 4 لترات حوالي 75 دولارا. هناك حديث عن أن التذاكر ما زالت ترتفع يوما بعد يوم، حيث أن يعني التذكرة للأراضي المصرية قد بلغت حوالي 600 دولار. هنا في هذا التقاطع لم نشهد أي نوع من الاشتباكات، ربما لأنه أصبح منطقة حيوية تباع فيها الحاجيات وبعض المحلات الفاتحة التي تفتح أبوابها أمام الجمهور لبعض المغادرين لولاية الخرطوم. ربما يعني يتجول بعض سيارات الدعم السريع لعمليات تمشيط، ولكن لم نشهد أي مواجهات هنا في هذا التقاطع على الأقل، الذي كما سأسلفت أنه أصبح ميناء بري رديف للمغادرين من ولاية الخرطوم. صباح هذا اليوم تجددت الاشتباكات في ضاحية بري وحي الصفا والعديد من الشوارع في ضاحية الرياض، ولكن كما أسلفت هنا يبدو الوضع هادئا تماما من المناوشات الأمنية، وفقط يهم السودانيون بالمغادرة ولاية الخرطوم هربا من ذوي الانفجارات والأعيرة النارية. على الصعيد الإنساني ما زالت أنتم تشاهدونها الآن تزازلت تتواصل معاناة المواطن والذي لم يستطيع أن يتحمل أسعار هذه التذاكر الباهظة نظرا لندرة السيولة النقدية منذ 15 من الشهر الجاري، وأيضا تعطل بعض الخدمات الإلكترونية الخاصة بدفع لبعض البنوك. نعم. طيب محمد، يعني هل يسهل الوصول لهذه المنطقة بالنسبة لبقية المدنيين خاصة على مستوى داخل الخرطوم أو مركز الخرطوم، عندما تشير أن المنطقة ربما باتت منطقة عبور بري بالنسبة للراغبين باللجوء أو النزوح أو المغادرة، ليس فقط على مستوى الخرطوم ولكن حتى إلى خارجها؟ نعم، يمكن فقط لسكان شرق الخرطوم المغادرة من هذا المكان على عكس سكان مدينة بحري وأم درمان. كانت قد ناشدت منظمات المجتمع المدني طرفي النزاع بالإعلان عن مسارات آمنة وتسميتها بعينها حتى يتمكن الراغبون من المغادرة بالخروج عبرها، أيضا لمساعدة الكادر الصحي للوصول إلى المستشفيات. عند سؤالنا لأحد سائقي هذه الباصات أخبرنا بالمسار الذي يسلكه، يعني نوعا ما لا توجد فيه اشتباكات، هو يسلك هذا الطريق حتى آخره، هذا هو شارع 60 الشهير في العاصمة الخرطوم. في نهايته يوجد كوبري المنشية الذي يسلكه متجها إلى مدينة بحري، ومن ثم عبر كوبري الحلفاية إلى مدينة أم درمان، ومن ثم إلى الولايات الشمالية. هنا هذه المنطقة فقط بإمكان سكان شرق الخرطوم المغادرة من الولاية، ولكن سكان بحري وأم درمان ينطلقون مباشرة، وسكان بحري عليهم باللحاق ببقية الباصات. هذا ما يبدو عليه الوضع الآن في تقاطع لفة جوبا الميناء البري الرديف. شكرا لك محمد طيب، صحفي كنت معنا من الخرطوم، من شرق الخرطوم.